قام سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلدية والزراعة بزيارة ميدانية إلى الدائرة الرابعة في محافظة العاصمة للاطلاع على مشاريع البلديات التي يتم تنفيذها ضمن مشاريع الحزمة الثالثة لتطوير الطرق والصرف الصحي والبلديات، وذلك بحضور عدد من المسؤولين المعنيين. وخلال الزيارة أكد سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة الحرص على مواصلة مسيرة العمل والإنجاز في تنفيذ المشاريع الحيوية ذات الطابع الخدمي بما يعزز من الخطط التنموية المتنامية والنهضة الشاملة التي تشهدها البلاد بقيادة جلالة الملك المعظم وبدعم ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وأفاد الوزير المبارك بأن الوزارة سبق أن نفذت المرحلتين الأولى والثانية من مراحل تطوير مجمع 338 ما حوله إلى منطقة سياحية وترفيهية مميزة في العاصمة المنامة. طبعا اليوم تشرفنا بحضور سعادة الوزير وزير البلديات وسعادة الشيخ محمد وكيل الوزارة والطاقم اللي معاه مدير عام والجماعة، طبعا أعطونا نبذة عن المشروعين اللي هم يصير تطوير فيهم، اللي هو شارع 338 اللي هذه شارع الشراوي يصير تطوير فيه، وفي يصير جلسات هي تكون منطقة سياحية على يعني بتكون فتشجيرها بالنسبة حق المناطق اللي هي الأجزاء القديمة، بتكون هناك أشجار كبيرة تغطي المباني القديمة وتعطي إن شاء الله طابع جميل لأي سواحيون أو القاطنين للمنطقة. وفي نفس الوقت المشروع الثاني كان تأهيل حديقة السلمانية. حديقة السلمانية تحتاج تطوير وذي، فهناك مشروع عندهم اللي هو مشروع حديقة السلمانية تطويرها وتشجيرها وإعادة يعني تصنيفها. طبعا اليوم زيارتنا حق منطقة العدنية 338 كانت ناولة موضوعين اثنين، أهم شيء موضوع اللي هو تطوير منطقة 338 من ناحية التشجير والمحافظة على البيئة والمسطحات الخضراء، فهاي يعني مرحلة أولى من التطوير، وراح يعني اللي يزور المنطقة راح يشوف خلال الأشهر الجاية تطوير كبير من ناحية التشجير والتجميل والمسطحات الخضراء، فهذا أحد المشاريع. المشروع الثاني اللي تكلم فيه اللي هو مدير عام أمانة العاصمة العلاقة بحديقة السلمانية وتطويرها، مثل ما تعرفون حديقة السلمانية حديقة بوسط المنامل، الكل يحبها، حديقة شعبية ويعني عدد من الأسر والعوائل تتجه إلى الحديقة، وراح يشملها تطوير جذري.